ضربة حرة لمصلحة ريال مدريد. كل الكرة إلى جوتي، الحكم لا يستخدم البطاقة مع لمسة يد متعمدة. بنزيما يمرر إلى كاكا، وكاكا عرضية ممتازة في المرمى، هدف أول لريال مدريد من إمضاء كريستيانو رونالدو، الهدف الأول للريال في الدقيقة 35 بعد عمل ممتاز، بعد تمريرة ثلاثية، بعد جملة تكتيكية هي الأفضل من الريال. تحرك الريال وأثمر في النهاية هدفا ثامنا لرونالدو، يشكل 19% من مجمل أهداف ريال مدريد في الدوري. 43 هدف لريال مدريد، منها 8 أهداف لكريستيانو رونالدو. لاحظوا الكرة بدأت من جوتي، الكرة الأمامية، بنزيما إلى كاكا، وكاكا إلى كريستيانو رونالدو إلى الشباك، هدف أول ممتاز وعمل تكتيكي بارع. وبالتالي هنا ظهرت جماعية الفريق، هنا ظهرت قيمة النجوم، هنا ظهر التفاهم، وظهرت العملية التكتيكية البارعة التي بدأت من جوتي وثنت ببنزيما وثلثت بكاكا، والرابعة كانت من قدم